السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. إذا نديرو هاد التمرين رقم 11 من صفحة 117 درس التناسبية رأس موسع الفائدة. دونك هذا كتاب ديال جهة الرياضيات. إذا شنو هاد المسألة، شنو قالك فيها؟ ينتج معمل 3.150 كيلوغرام من الجبن باستخدام 20 لتر من الحليب. دونك عندنا 20 لتر الحليب، حليب كتعطينا 3.150 كيلوغرام من الجبن. داكوغ، ما هي كتلة الحليب بالطن؟ طونسيون، راه قالك الطن اللازمة لإنتاج 6 طن من الجبن، علما أن كتلة لتر واحد من الحليب هي 1032 غرام. داكوغ، دونك بغينا كتلة الحليب بالطن اللازمة لإنتاج 6 طن من الجبن. إذا عندنا هنا، عندنا المسألة غادي نديرو فيها جوج مراحل. المرحلة الأولى غادي نحسبو كتلة الحليب اللازمة لإنتاج 6 طن، عاد باش نحولوها نحسبوها الأولى، دونك نحسبوها بالكيلوغرام، عاد باش نحولوها للطن. نديرو القاعدة الثلاثية عندنا هنايا، ولكن شنو قلنا في القاعدة الثلاثية؟ خاص تكون عندنا نفس الوحدة. إذا هادي غنحولوها للكيلوغرام، دونك 6 طن هي شحال؟ هي 6000 كيلوغرام، ياك؟ دونك يمكن لنا نلقاو كتلة الحليب بالليتر. دونك كتلة الحليب بالليتر شنو هي؟ دونك غادي تكون هي 6000 في 20 مقسومة على 3.150. دونك كي حسبناها غادي تعطينا هي 38095 لتر. داكوغ، دونك هادي هي الحجم ديال الحليب هنا بالليتر. دابا شنو خصنا نلقاو؟ هو قال لك حسبوا ليا بالطن، وعطاك هاد العلاقه هادي، قال لك عيط لمن ان كتله ان واحد لتر من الحليب كيوزن 1032 غرام. داكوغ، دونك حنا بغينا نحسبوا هادي بالليتر شحال هي بالطن. اذا شنو غادي نديرو؟ غنحولو هادي، نحولوها للطن شحال هي بالطن. دونك باش تحول من الغرام للطن، راه عندكم واحد الطابلو هنايا في الاخر ديال الكتاب، سيد هذا هي، وهاد الطابلو هذا. دونك شنو قلنا عندنا حنا؟ 1032 غرام بغيت تحولها للطن. دونك غادي تكتبها هنا 1032 غرام، غتعطيك هي الا جيتي تحولها هي 0.00. دونك غتعطيك هي 0.0031 طن. داكوغ، دونك هادشي باش نحسبو. دونك من بعد صافي غادي نجيو نديرو عاوتاني القاعدة الثلاثية ديالنا هنا. 38099 لتر شحال هي من طن؟ دونك غنضربو هادي في هادي مقسومة على هادي. داكوغ، دونك باش نعرفو هادي بالطن شحال، غادي نديرو 38095 في 0.00032 ونقسموها على واحد، غتعطيك هي 39.31 طن. داكوغ، دونك هادي لقينا هنا شنو هي؟ هي شحال كيوزن داك الحجم ديال الحليب، شحال كيوزن بالطن. يا سلام. اذا نديرو هاد التطبيق هذا في الدعم والتقويه هذا. دونك هذا من الصفحه 113 بالنسبه المئويه جوج. دونك هذا في الكتاب ديال الجيد في الرياضيات. داكوغ، دونك هذا في الدرس سعر الرأسمال وسعر الفائده. دونك شنو عندنا؟ عندنا الرساميل، واحد الجدول عطانا فيه الرسمال وعطانا السعر، ومره خصنا نحسبوا الفائده السنويه، مره خصنا نحسبوا السعر. دونك نديروا هذا التطبيق الاول. عندنا الرسمال فيه 3300 درهم. دونك عقلوا تفكروا شنو قلنا في الدرس تاع الرسمال. دونك هذا هو
الرسمه اللي عندنا في الاول تساوي 300، والنسبه تاع الفائده هي 5.2 في المئه. بغينا نعرفو الفائده السنويه شحال، دونك اش كنديرو؟ كنضربو هذا في هذا 3300 باش نعرفو النسبه ديالو 5.2. دونك قلنا 5.2% هي 5.2 مقسومه على 100، داكوغ؟ دونك غنديرو هاد العمليه هادي وغادي نلقاو الفائده السنويه، داكوغ؟ دونك هادي اللي حسبنا غادي نلقاو شحال، غادي نلقاو 171.6. دونك هاد 171.6 هي الفائده اللي غادي تزاد، اللي غادي الفائده السنويه اللي غادي تزاد على هاد المبلغ ديالنا. دونك المبلغ اللي غادي تاخذ مع البنك في الاخر هو هذا زائد هذا، داكوغ؟ دونك دوزو للسطر الثاني. دونك السطر الثاني الحاله الثانيه شنو عندنا فيها؟ شنو عندنا هنا؟ دونك عندنا الراس مال، عندنا واحد الراس مال فيه 13800. الفائده اللي خدينا عليه هي 593.4، دونك هذه هي الفائده السنويه. وشنو قلنا الفائده السنويه؟ كتمثل واحد النسبه مئويه من الراس مال، ياك؟ الراس مال عندنا هو 100%، دونك 13800 هي 100%، وهاد النسبه المئويه وهاد الفائده هذه كتمثل واحد النسبه مئويه، هي 593.4 كتمثل لنا واحد النسبه مئويه اللي هي السعر. هذه هي اللي بغينا حنا. دونك شنو غادي نديرو؟ قاعده ثلاثيه 593. دونك اللي عنده اشكال في هذا يرجع لي فيديو القدام راه غادي يفهم. 100 مقسومه على 13800، داكوغ؟ دونك هادي اللي حسبناها غنلقاوها هي 4.3. دونك هنا عندنا 4.3 و الى لقينا 171.6، اوكي؟ دونك وهاد الحالة الثالثة شنو عندنا؟ كنقلبو حنا على الراس مال شحال فيه. دونك الراس مال بواحد السعر ديال 4.7%، واحد النسبة مئوية هادي، خدينا واحد الفائدة ديال 422.5 درهم، ياك؟ دونك هاد النسبة هادي ديال الرأس مال خدينا عليها هاد الفائدة هادي. دونك شنو عندنا هنا؟ قلنا الرأس مال هو 100%، ياك؟ خدينا عليه واحد الفائدة ديال 28.5 درهم، اللي هي النسبة ديالها 4.7%. دونك هادي نديرو هادي في هادي مقسومة على هادي، هي 100 في 822.5 مقسومة على 4.7، غتعطينا 17500، داكوغ؟ دونك راس المال اللي كان عندنا في الاول هو 17500 درهم. دونك نديرو هاد التمرين هذا. بالك كان ثمن البضاعه 840 درهم وتم تخفيض ثمنها بنسبه 8%. دونك كان عندنا واحد البضاعه داروا عليها الصولد ب 8%، دونك هذا هو الصولد اللي كنسمعوا به. دونك صولد 8%، 8% على الثمن الاول، محسوب مبلغ التخفيض. دونك هنا ماشي قال لك مبلغ التخفيض، يعني شحال ولا عندنا الثمن ديالها، سي صا؟ داكوغ. دونك عندنا 8%، 840 درهم هو الثمن الاولي. دونك بغينا نحسبو 8% ديالو هو مبلغ التخفيض، يعني شحال نقصو فيها؟ نقصو فيها 8%، دونك هي 840 في 8 مقسومة على 100. دونك قلناها 8%، إما كنكتبو هكا ولا كنكتبوها 8 على 100، داكوغ؟ دونك واش حسبو 8% من واحد المبلغ كنضربو في 8 ونقسمو على 100، أوكي؟ دونك هذا هو مبلغ التخفيض، يعني شحال تنقص؟
وإلا بغينا نعرفو الثمن بشحال ولا كيتباع، غادي ناخدو الثمن الأولي نقصو منه مبلغ التخفيض. إذا مبلغ التخفيض هو 67.2 درهم، هذا هو الحال نقصنا فيها. داكو، دونك كان عندنا 48 درهم، غينقصو لك منها 97.2. إلا بغيتي تعرف شحال ولا الثمن كدير، دونك هذا راه ما مطلوبش منك هنا في السؤال، مي غير انا كنشرح لك. الا بغيتي تعرف شحال ولا الثمن ديال البضاعه، يعني هو الثمن الاولاني 840، غادي نقصوا منها مبلغ التخفيض اللي هو 67.2، غنعرفوا شحال ولات كدير. داكوغ، يلاه. دونك هذا هما التمارين ديال راس مال وسعر الفائده. الا عندكم شي سؤال ولا شي تعليق خليه لينا في الكومونتير. السلام عليكم.